الحوثي يحشد لمعركة واسعة بالساحل والهجوم على الخوخة. تحضر الميليشيات الحوثية لمعركة واسعة غربي البلاد في وقت تنشغل الأطراف الدولية والمحلية للترويج للإعلان الحوثي. وكشفت مصادر في الحديدة أن ميليشيات الحوثي تستمر في حشد واستقدام المقاتلين من الحديدة وإيب وذمار وحجة إلى تخوم جبهات الساحل الغربي استعدادا للهجوم البري على مديريات الخوخة عاصمة الحديدة المؤقتة الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا، مؤكدا رصد مجاميع كبيرة. وأشار الناشط التهامي اليمني محمد صغير إلى أنه لا هدنة على الأرض من قبل ميليشيات الحوثي، وعلى التحالف العربي الاستعداد لكل خيارات التصعيد بما فيه دعم القوات اليمنية للرد في عمليات جراحية لاستئصال سرطان الانقلاب في جسد البلد. ويأتي إعلان ميليشيات الحوثي للتهدئة الوهمية عقب هجماتها الإرهابية على منشآت النفط في السعودية، والتي نفذتها بإعاز من نظام طهران مستغلة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الطاقة العالمية.